يا ودري كما كتشوفوا معكم ار على فيديو جديد ورياكشن جديده الاخوان. اليوم الدري غنرياكتيو. دابا علاش كنقول داك البلان ديال رياكشن جديده؟ حيت الكونسيبت رياكشن. اما الدري الفيديو كيكون مختلف من فيديو لفيديو. الدري يقدر يكون رياكشن على طريق الراب، يقدر يكون رياكشن على ريس انستغرام، يقدر يكون رياكشن على شي بلان اخر شي. المهم بحال واحد الخبر جديد الداري اللي تداول مؤخرا، وقلت حتى غنثبت لكم الخبر عاد غنخرج ندير رياكشن على فيديو. فهمتوا بلان؟ هذا هو البلان اللي كاين الاخوان. نعم اسيدي، قال لك خروج من الحبس. شنو خروج من خروج بيبي جانج من الحبس الدراري؟ واو فريمون فرحت ديال بصح. انا شخصيا فرحت ديال بصح. علاش؟ كتشوف الصط واحد ولد البلاد غادي بواحد يقول لي هربان وحاكمها في واحد الدوله. سمع، حاكمها بالراب، ماشي بشي حاجه اخرى، بالراب. فهمتوا؟ يعني فريمون واحد ما عز الافتخار درجات ما لا نهايه. ما لنا الدراري غادي حكينو صافي، ولكن فريمون الاخوان راه خبر ناضي، وخونا راه تبارك الله فهمتي كيحقق الاحلام ديالو. فهمتوا بلا راه ديجا كنخرج في انترفيوز، ديجا كان شحال من حاجه، ومن الاحلام ديالو الدري يكون واحد الرابر اللي تبارك الله عليه. وهذا واحد الدليل كانه اي واحد كدري كيشبر في واحد الخيط ما كيطلعلوش راه كيوصل واخا يكون في مكان. فهمتوا بلا عليه الدراري؟ هاد خونا راه تبارك الله عليه مقود، يا في الراب ديالو يا في فهمتي التعامل اللي كيتعامل انترفيوز، كيبان لك ان خونا عقلاني كيهضر هضره لوجيك الساط. شحال من حاجه ابار من واحد مدوز كوارث من الصغر ديالو. فهمتوا بلان؟ يعني خونا طالع حرب تبارك الله، هذه هي اهم حاجه. ما علينا الاخوان، خارج من الحبس باللامبورغيني نعم اسيدي. وهذا الفيديو هذا راه غنشوفوه كامل دابا. ما علينا، بلا نتعطل عليكم، غنبداو الفيديو غنرياكت في الفيديو كامل الاخوان، وغنشوف شنو كاين. خونا كيف تلحين ولتعب بلان. خونا خارج من اللامبورغيني اصلا، والله لا بلان بلان بروزر. الدراري الملاح اللي ما كيخطاوش صحابهم. شو الدراري ما باغيش ناخذ لامبورغيني؟ شو الكوفر شحال عنده صغير ودكس. شو شو توحشي سوق ما كاين ما ولاك. شو الدراري ما باغيش ناخذ لامبورغيني؟ ضحك معكم ضحك معكم بالرجوع. هذا الفريع عصب هذا ماشي على لامبورغيني، هذا الشيء راه الهبال هبال. Vuoi dire qualcosa? Ciao. Allora, tu hai tanto con Shea? Vuoi dire qualcosa? E se le dai a Shea le accole? Baby King, Tlahin, Rjam Lahin. Dopo questo periodo? E se le... La legge non funziona. Canon la Yamel. Un saad, Hrusti, vuoi dire واش المغرب يستنى كامل تخرج نتا بغيتي تدخل؟ انت كيفاش القانون لا يعمل اصلا؟ كخد غير سكوت. الصحافي ما عجبوش الحال واقع. تبارك الله حديد والله العظيم تبارك الله، ماشي غير حديد وصافي. الهب الهبله هذه هاي مودني ناضية كما كيقولوا الدراري الحديد الملاح. فهمتي هما الحديد الملاح. كسير يعفر. بيبي جانج خرج من الحبس ولكن مازال خاصو يدوز الحبس. كيفاش عاود مازال خاصو يدوز الحبس؟ كيفاش خرج من الحبس ومازال خاصو يدوز الحبس؟ يلا الدراري بقاو معايا في الفيديو باش نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل. الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد.
وكيف شفتوا الدراري بيبي جانغ خرج من الحبس ولكن مازال خاصو يدوز الحبس، او كيفاش واحد خرج من الحبس ومازال خاصو يدوز الحبس. نهار الرابع في شهر 7 من الحبس ديال بوستو ارسيتسيو، واحد البلاصه اللي جات ما بين ميلانو والحدود ديال سويسرا. ادخلنا هذا واقيلا من ايطاليا الدراري اللي داير هذا الفيديو، مزيانا نكتشفوا احنا مع هذا البلانات بحال هكا، ومزيانا نشوفوا هذا الشيء هذا بحال هكا باش نعرفوا شنو كاين ونتعمقوا في القضيه، فهمت؟ بيبي جانغ خرج من الحبس، ولكن دابا فاش نشرح لكم كل شيء نرجعوا من البدايه. دابا بيبي جانغ كان مشدود على جوج بلانات. البلان الاول في 2020-2021 ناضوا شي دراري وقالوا لي بيبي جانغ سرق، اتهموا بيبي جانغ بالسرقه. ومن بعد الدراري كانت الكورونا، حتى واحد ما كان يقدر يخرج، وبيبي جانغ ونيمايتزا هضروا كوبير ايسال رابينا. بيبي جانغ في هذا الوقت خرج تراك ديال رابينا ودار حتى واحد فيديو كليب. خونا هارب بالروج ولا في المزيكا ديالو في كل شاصة. مبارك الكوبيرايت. هو ونيمايتزا خرجوا داروا فيديو كليب في الزنقة. نوضوا الروبلة، نوضوا الصداع، جاو البوليس. دازو في كاع التلفازات الطاليانيه. ناتيا ميلانو دا بوليسيه كاربينيري nei video sui social. بيبي جانغ نيميتزا e semi free erano di بيبي جانغ جا تعرفوا الدراري في اليامات ديال كورونا ولا لقاو خارج برا تيعطوك واحد الخطيه، وهاد الخطيه كتسوى 4000 درهم حتى المليون مغربيه 10000 درهم، ومن فوق الدراري فيها حتى المحكمه. ومن بعد من كليب الفيديو كليب خرج واحد البران اخر وقالوا لي بيبي جانغ نيمايتزا وواحد رابور تونسي اخر سميتو سامي. ما دوش تراكات راه كنضربو بكوبي رايت. نيمايتزا من مور شهر خرج من الحبس، وبيبي جانغ بقى مشدود في الحبس ودوز شي 8 شهور في الحبس، ومن بعد عطاو ليه الحبس ديال دابا على هادشي هذا دوز الحبس. عنصري ياس بوفين عنصري الدار في واحد الجمعيه وحكموا عليه على 4 سنين و 8 شهور. دابا مع بيبي جانغ ولا مشهور في الحبوسات، الحكومه ديال الطاليان والبوليس ما تقبلوش الحاجه اللي زعما بيبي جانغ وصل في حياته ودار شي حاجه في حياته، قالوا او كيفاش واحد اللي قال البارح كان هنا معانا في الحبس دابا ولا شي واحد ولا مشهور ولا لاباس عليه، قالوا كيفاش البلان. لا 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 خاصنا نلقاو شي طريقه فاش نوصلوا ليه ونحبسوا الكارير ديالها وصافي. الدراري مع الكورونا ودوك الدراري اللي اتهموا بيبي جانغ وبدوك ربعة السارقات صافي، البوليس لقاو كيفاش يدوروا لبيبي جانغ، عطاو البيبي جانغ، حكموا على بيبي جانغ 4 سنين و 8 شهور. 8 شهور الاولى دوزها في الحبس، ومن بعد عطاو ليه الحبس ديال الدار في واحد الجمعيه. ولكن هنا الدراري تيخرج واحد البلان ثاني، قالوا سيدي في 2022 واحد جوج دراري سنغاليين كانوا جالسين، تجا بيبي جانغ وصحابو تعدوا عليهم سرقوهم وكانوا هازين مع الفراده، وهنا حكموا عاوتاني على بيبي جانغ. كيف عارفين دراري ديجا درت واحد الفيديو كنهضر على هذا البلان، اللي باقي ما تفرجش في هذا الفيديو لا يسهل عليكم سيروا تفرجوا في هذا الفيديو فين كنشرح بالضبط اش وقع. راه بيبي جانغ راه مظلوم كيف كنشرح في الفيديو اللي درت. المهم جوج دراري سنغاليين طوروا البلان وداروا بالعاني اللي هما مظلومين، وبيبي جانغ وصحابو تعدوا عليهم، وهنا الدراري بيبي جانغ تشد عاوتاني دخل الحبس، ومعاه دخلوا تا سيمبالارو سيمبالارو صاحبو نجر ديال بيبي جانغ تا هو تشد، وتا واحد صحاب اخرين تشدوا. من بعد المانجر ديال بيبي جانغ خرج من الحبس وفي واحد الانترفيو تيشرح اش طرا بالضبط، وفين تيشرح لي هادوك جوج الدراري السنغاليين مشاو عند البوليس وقلبوا البلان، قالوا زعما اللي هما كانوا خارجين كانت معاهم واحد الدريه، وبيبي جانغ وصحابو بداو يتقسلوا على الدريه، ومن بعد المهم داروا راسهم اللي زعما هما راه باريين ما داروا حتى حاجه، ولا فوت من بيبي جانغ وصحابو. الابيزودي هي مولتو سيمبليش da spiegare, nel senso che tra le varie colluttazioni che ci sono state con il ragazzo senegalese, gli si è strappato il borsello, borsello che è caduto, e nella rissa il primo che si è avvicinato in quel momento è stato uno dei miei amici che l'ha visto a terra,
non si è manco curato di chi fosse, perché era convinto che fosse di qualcuno dei nostri. Utehmu Baby Gang bil-sariqa, bil-naql dial-slah, u alash ta'adda ala jouj drari. U kif aarfin drari Baby Gang ra ghir mazloum, ma kain la sariqa la walu. Alhaja alwahida li ghlat fiha hiya li dkhal fi al-mtaifa u kan haz ma'a. نورمال الدراري ملي كتكون تشوف ملي كتكون فشي دولة ماشي هي هذيك وكعرفوك واحد الانسان اللي انت ماشي منهم ماشي من دولتهم راه ماشي دولة اخرى راه ناري الزكاير اللي كيديروا معاك راه فهمتي الاخر ديال المنخرة الدراري هادشي هذا راه خصكم تعرفوا فهمتوا بلان يعني ماشي ساهلة كأنك تعمل اي حاجة في اي دولة فهمتوا بلان خاصك تكون حريص ديال بصح مع واحد السلاح هذا هو البلان فين بيبي كانغ غلط وهنا حكموا على بيبي كانغ على 5 سنين والمجموع كامل بيبي كانغ خاصو يدوز 10 سنين ديال الحبس ولكن من بعد عطاو ليه عاوتاني الحبس ديال الدار خرج من الحبس ومشى يدوز الحبس ديال الدار ومني خرج الالبوم ديالو لانجلو ديال مالي دابا بيبي كانغ في نهار واحد خرج 14 فيديوهات خاصكم تعرفوا الدراري اللي ماشي نهار واحد كانغ في نهار واحد خرج 14 تبارك الله 14 فيديوهات خاصكم تعرفوا الدراري اللي بيبي كانغ الحكومه كانت عاطيه لبيبي كانغ واحد ما عرفتش واش 3 سوايع ولا 4 مهم بيبي كانغ كان عنده الحق يخرج واحد السوايع في النهار وفي السوايع تيمشي يخدم على البيزنس ديالو يدير تراكات كولابوراسيون علاش كان عنده ثاني كونترا مع واحد الشركه ديال الموسيقى ومن حقه يخدم لخرج يخرج على حساب الخدمه صافي سالينا ودابا ميني بيبي كانغ في نهار واحد لاح 14 فيديو الحكومه قالت او كيفاش واحد لاح 14 فيديو في نهار واحد دابا الحكومه يسحابوا لي بيبي كانغ خرج من الدار اكثر من مره دار كاع الفيديو كليبات في نهار واحد وفي الفيديو كليبات تبانوا أسلحة والمخدرات وحد تراك في البيبي كانغ طالع فوق واحد الطوموبيل ديال البوليس وكنا ديجا شفنا الاخوان شامتي المغاربة ما عرفو تا بزاف تحلو ها كي براكي البنكة ودابا البوليس كانوا يسحابوا ديال الفرادة ديال بصح المخدرات ديال بصح وهاديك الطوموبيلة ديال البوليس طوموبيلة فري صافي حيدوا البيبي كانغ الحبس ديال الدار ورجعوه من جديد للحبس ومن قلب عليها هو فادي بعد المحامي ديال بيبي كانغ نيكولو بيكيوني بقى تيطلع ويهبط يطلع ويهبط في الحكومه وفي الاخر حيدوا البيبي كانغ التهمه الاولى هذوك 4 سنين اللي كان خاصو يضرب من الاول حيدوها لي كيف قلت قبيله الدراري كانوا تاهمين بيبي كانغ هو ونيمايتس بواحد السارقه وفي الاخر الدراري بيبي كانغ ما دير لا سارق لا والو غير ظالمين وصافي مهم البلان الاول حيدوا لي عندك 4 سنين و 8 شهور تحيدوا ما بقاش يضربوا انتم الدراري دابا ملي كنمونطي الفيديو كنصاوب الفيديو يلا خرجوا في الجورنالات الاخبار جديده على حساب بيبي كانغ كيف قلت لكم قبيله الدراري صافي بيبي كانغ حيدوا لي هذوك 4 سنين على حساب هذاك البلان الاول اللي كانوا تاهمينه والمجموع كامل كان خاصو يضرب 10 سنين دابا حيدوا لي 4 سنين بقاو لي 5 سنين ولكن كيف شفتوا الدراري يلا خرجوا ما كيعرفش يحسب 10 سنين حيدوا لي 4 سنين بقات لي 6 سنين اخبار جديده على حساب بيبي كانغ ومن هذوك الخمس سنين نقصوا لي وما بقاش يضرب 5 سنين غادي يضرب عامين و9 شهور علاش كانوا ظالمينه كانوا قالوا لي بيبي كانغ كان سرق جوج دراري سنغاليين ولكن في الاخر دار واحد الجلسه وفين خرجت لي بيبي كانغ كاع ما سرق والو ونقصوا لي من هذوك الخمس سنين ومن بعد كيف قلت قبيله كانوا عطاو لي الحبس ديال الدار ومني شافوا في الفيديو كليبات اللي لاح كان بين الاسلحه والمخدرات وكان طالع فوق واحد الطوموبيل ديال البوليس كان الحكومه تسحابوا هادشي فري بالصح ودار واحد الجلسه اخرى فين تيطبقوا كاع داك الماتيريال اللي بان في الفيديو كليب راه ماشي فري غير كوبيا كاع دوك الاسلحه المخدرات وديك الطوموبيل اللي كان طالع بيبي كانغ راه ماشي فري غير كوبيا ونهار الرابعة في شهر 7 مع ديك 12 اونص صافي بيبي كانغ حيدوا لي الحبس وعطاو لي كيف من الاول غير الحبس ديال الدار ودابا بيبي كانغ خاصو يمشي يدوز عامين و9 شهور الحبس ديال الدار
ونتمنوا الدراري ان شاء الله الله يطرق سراحه امين امين ان شاء الله بالرجل الله يطلق سراحه سخونه ناضي يسهل عليه ولا يبعده من المشاكل ولا يسهل جميع الدراري. الفيديو تكمل هنا الدراري صافي كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو الاخوان. حاولت نوضح لكم شحال من حاجه، اهم حاجه هو الفيديو الدراري، اما هو رياكشن كنطلع لكم غير بعض اللقطات اللي كندوي عليهم انا باش كتعرفوني اش من طريق شد الدراري مع الفيديو. ابار ثاني حاجه الشباب هي نتمنى منكم الدراري تكملوا بحال هكا في التفاعل، حيت فريمو شادين واحد الريسك ديال التفاعل اللي فريمو خطير الاخوان، وشكرا بزاف على هادشي كامل. البلان هاد جوج فيديو غيتلاحوا اليوم، سينو البلان ونخليكم دابا يلا بيس.